طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أحلى تحية وأجمل ترحيب، ونحن نجدد لقاءنا بكم عبر حلقة جديدة من برنامجنا الرياضي المدى ستوديوم من خلال شاشة المدى الفضائية. بداية رحبوا معي بضيفي الحلقة، على يميني الكابتن محمد علوان المشرف على منتخب أشبال العراق، أهلا وسهلا بك. أهلا بك دكتور موفق وبفضائية المدى. على يسار الكابتن حسين شاكر المدرب في المركز الوطني لرعاية الموهبة، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا دكتور. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ثم نعود لندخل في التفاصيل وفقرات البرنامج. أحييكم من جديد. البداية من دوري الكرة، هذا اليوم جرت 3 مباريات من 5 في المجموعة الأولى، كانت هناك حقيقة مفاجأة كبيرة بحققها فريق نادي السماوة اللي فاز على فريق نفط الوسط بطل النسخة الماضية لدوري النخبة ب3 أهداف مقابل هدف واحد. أيضا النفط حقق نتيجة جيدة بفوزه على نفط الجنوب ب2 مقابل هدف واحد. المباراة الثالثة حقق فيها نفط ميسان أيضا فوز جيد على ضيف أدهوك ب2 مقابل هدف واحد. ما زلنا في أروقة الاتحاد العراقي لكرة القدم. الاتحاد العراقي حقيقة يعني عبر العضو يحيى كريم صرح أنه سيحدد يوم لزيارة الصحفيين إلى مقر الاتحاد العراقي من أجل القضاء على الفوضى وحالة الإرباك اللي يشهدها مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم. بالنسبة لنا حقيقة هذا شيء جيد من أجل التنظيم. أيضا هناك خبر يقول أنه سيحددون موعد لاجتماع مؤتمر صحفي دوري، إما أسبوعي أو أسبوعين، يعني نصف شهري أو شهري. عموما أيضا مع أخبار نادي الشرطة، يوم أمس أعلننا وزرنا الوحدة التدريبية لنادي الشرطة وأكدنا أنه المدرب حكيم شاكر باقي على رأس الملاك التدريبي للفريق، لكنه أيضا تسريبات بأنه إدارة الشرطة حقيقة منحت المدرب حكيم شاكر فرصة أخيرة في مباراته أمام أمانة بغداد لتحديد بقائه من إقالته. حول هذا الخبر ولتوكيده ينضم معنا عبر الهاتف الكابتن نهاد أنور أمين السر المساعد لنادي الشرطة. مساء الخير. تسمعني كابتن؟ تسمعني؟ مساء الخير كابتن. حبيبي مساء النور قلبي. حقيقة يعني بصفتك أمين سر مساعد لنادي الشرطة وابنا للشرطة، أقاويل كثيرة حول مستقبل المدرب حكيم شاكر على رأس الملاك التدريبي للفريق الكروي، لذلك حابين نأكد الخبر أو ننفي الخبر. هل صحيح أن إدارة الشرطة منحت المدرب حكيم شاكر مباراة أمانة بغداد كفرصة أخيرة لبقائه على رأس هرم الملاك التدريبي أم لا؟ والله كابتن يعني إذا تسمح لي، هو هذا البارحة التصريح يعني سبب لنا إشكال، لأن هو هذا الموضوع أصاب يعني بحضور هو الكابتن حكيم أمام الهيئة الإدارية، وهذا كان هو المطلب الجماهيري. فالرجل هو اللي يعني صرح قال انا لا ما تريدون ان هسه باستقالتي. فالبارحه صار تصريح يعني شويه مثل ما يقول هو انزعج من عنده. نعم. حتى اليوم يعني ضايج وحتى ما حاضر للتمرين. نعم. فاللي ارجوكم يعني شويه تعفون من هذا السؤال، لحين مباراه يوم غد هي تبين، هي الحاسم وهي تبين وكل حديث له وقته مثل ما يقول. فارجوك يعني تسامحني دكتور موفق وانا اخوك وزميلك، لان هسه احنا بوقت محرج، حيل محرج. كابتن نهاد حقيقه نحن ساعون الى عوده البيت الشرطاوي لوضع الطبيعي ان شاء الله، وسنكون عامل مساعد من اجل ذلك. لذلك لك ما اردت، وان شاء الله يعني مباراه الغد تكون فاتحه خير لنادي الشرطه.
ومستقبل نادي الشرطة. بالتأكيد نحن لا نقبل على أنفسنا أن نكون عامل سلبي باتجاه كرة الشرطة. لذلك شاكرين تواجدك معنا. كان معنا عبر الهاتف الكابتن نهاد أنور أمين السر المساعد لنادي الشرطة. أيضا مشاهدينا الكرام، حقيقة هناك شيء يتعلق بكرة القدم وفرق كرة القدم. اليوم نادي النجدة حقيقة وفي بادرة إيجابية جدا، عقد مؤتمر صحفي لتقديم مدرب الجديد بهاء كاظم أمام وسائل الإعلام، وأيضا خطوة إيجابية من إدارة النادي وزعت القسط الأول من عقود اللاعبين. كاميرا البرنامج ومراسلنا محمد الخفاجي تواجد خلال هذا المؤتمر الصحفي وسجل لكم اللقطات والتصريحات الآتية. قامت هذا الحفل الكبير هو تقديم فريق كرة القدم وتقديم الدفعة الأولى من عقود لاعبين، وكذلك تقديم الكادر التدريبي لفريق النجدة. حقيقة هي إدارة نادي النجدة الرياضي عملت كثيرا واجتهدت، وإن شاء الله سوف نقطف ثمار لهذا الاجتهاد في تأهل فريقنا للدرجة الممتازة. بالنسبة للخطوة الأولى اليوم اللي بدأت فيها إدارة نادي النجدة استلام جميع الكادر التدريبي واللاعبين مستحقاتهم من الدفعة الأولى استعدادا لدوري الدرجة الأولى، وهاي فد نبذة حلوة بأن أول مرة تصير في فريق دوري الدرجة الأولى قدام مؤتمر قدام الإعلام يتقدمون الكادر التدريبي واللاعبين. اليوم هي شهدت احتفالية، نقول احتفالية قصيرة مناسبة توزيع جزء من العقود على اللاعبين. شهدت حضور شخصيات مرموقة من الوسط الرياضي من الصحفيين الإعلاميين المعروفين. أما بالنسبة لاستعداداتنا إن شاء الله استعداداتنا جيدة، بدينا قبل شهرين تقريبا شهرين ونص لعبنا عدة مباريات، مباريات كانت جيدة بالنسبة لنا، لاعبين فريقنا لاعبين جيدين أغلبهم من الدوري الممتاز، كانوا يلعبون بالدوري الممتاز لاعبين منتخب، عندنا لاعبين شباب لاعبين جيدين يستحقون يمثلون المنتخبات السنية، فأعتقد توليفة مميزة للفريق النجدة. بالتوفيق لنادي النجدة ومدربة جديد بهاء كاظم. ما زلنا في أجواء كرة القدم، واليوم أيضا لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم عقدت اجتماع حقيقة وخرجت بعدد من القرارات وليس التوصيات، توصية واحدة فقط سأقرأها على حضراتكم. القرارات: حرمان مشرف فريق الطلبة الكروي صباح جعير لموسمين بسبب تجاوزه على مشرف مباراة فريقه مع الزوراء، إقامة مباراة الطلبة في الجولة السابعة بدون جمهور، الإشادة بدور المدرب أيوب أوديشو وكابتن الفريق يونس محمود لدورهما في تهدئة الجمهور، توجيه انذار نهائي لجمهور الزوراء بسبب المفرقعات والألعاب النارية. التوصية اللي رفعتها اللجنة: توصية تدعو لجنة الانضباط إقامة عدم إقامة أي مباراة على ملعب القوة الجوية لوجود ثغرات أمنية. وحقيقة يعني الآن اكتشفنا ثغرات أمنية ما أعرف. عموما نكمل مباراة الكهرباء ودهوك، حقيقة أيضا اتخذت بحقها لجنة الانضباط قرارين. الأول: حرمان مشرف فريق الكهرباء حسين زهراوي لنهاية المرحلة الأولى للتهجم على مساعد حكم المباراة الدولي محمود خلف، وأيضا معاقبة إداري نادي دهوك حسين قلو لنهاية المرحلة الأولى للتجاوز على طاقم التحكيم. أخيرا حرمان لاعب الميناء محمد شوكان لمباراة واحدة لبسقة على لاعب كربلاء المطرود حسين جمال، أيضا حرمان حسين جمال مباراة واحدة. يعني هذا الأمر
اكتشف من خلال إعادة شريط المباراة. في البداية عوقب حسين جمال بالطرد، بعد الرجوع إلى شريط المباراة تبين أنه محمد شوكان هو كان البادئ، لذلك حرم مباراة واحدة محمد وحرم حسين أيضا مباراة واحدة. بالمقابل المكتب الإعلامي لنادي الطلبة اللي أنا الآن أشاهد البيان اللي أصدره عنوان قرارات تعسفية اتحادية تطال الطلبة، يعني حرمان مشرف الفريق بسبب ادعاء الاتحاد باعتداء على مشرف مباراة فريق أمام الزوراء، حرمان جمهور من مرافقة الفريق في مباراة واحدة اعتبارا من، وإلى آخره إلى آخره، اعتراض من نادي الطلبة من خلال هذا البيان. آخر متابعاتنا هي حول مشروع البطل الأولمبي. البطل الأولمبي أقام دورة تدريبية لمدربي مراكز المشروع في بغداد والمحافظات، حقيقة هي بادرة إيجابية تحسب لمشروع البطل الأولمبي، بالتأكيد ستعود بالفائدة الكبيرة على مدربي وأيضا جهد تستحق عليه الثناء إدارة هذا المشروع. أيضا مراسلنا هشام علي تواجد خلال ختام الدورة وعدستنا سجلت هذه اللقطات وهذه التصريحات. ما شاهدته اليوم هو ختام الدورة التدريبية التطويرية لمدربين مراكز المحافظات وبغداد مشروع البطل الأولمبي، وكان الدورة هي لمدة 5 أيام، حاضر بها خيرة الأساتذة والأكاديميين في علم الرياضة لإعطاء جرعة جديدة وإضافة جديدة لمدربينا في المراكز الذين يقومون بتدريب المواهب الشابة والصغيرة، وهذه المعلومات هي لإضافة جديدة لهم في عالم التدريب. كانوا المحاضرين على قدر الدورة وكانوا محاضرين جيدين، إذا كان دكتور صبري ودكتور قاسم ودكتور علي صادق ودكتور حيدر بلاش، وصلوا لنا المعلومة الصحيحة اللي كنا نفتقدها بذيك الفترة في سبيل نصل هذه المعلومة إلى هذا اللاعب الموهوب مثل ما تقول الخام. والحمد لله شكر دورة استفادنا منها، كانت إذا كانت في مجال النظري أو كانت في مجال العملي. نتمنى إن شاء الله ونعاهد الرياضيين والأبطال أن نقدم ما حصلنا عليه من هاي الدورة، واللي نتمنى أن تكون دورات أوسع، يعني دورة هاي مختصرة عدة أيام، يبدو أن تكون دورات أوسع، يعني أكثر من أسبوعين أكثر من شهر. نشيد مرة أخرى حقيقة بمشروع البطل الأولمبي، والمشروع حقيقة لا يتضمن يعني مدربي كرة قدم فحسب، لا، ألعاب متعددة. مشاهدينا الكرام، بعد انتهاء متابعاتنا ورصدنا نأتي إلى تقرير محور حلقة هذا اليوم اللي عد زميلنا محمد الخفاجي، لذلك تعالوا معي لنشاهد ونستمع لهذا التقرير. منذ مدة ليست بالقصيرة والفئات العمرية لكرة القدم تعاني إهمالا واضحا من القائمين على الكرة العراقية، حتى غاب دوري هذه الفئات لأكثر من موسم بسبب عجز الاتحاد عن تنظيمه لأسباب عدة، أهمها عدم وجود الملاعب الكافية فضلا عن التقشف الذي ضرب أطناب الكرة العراقية. ولادة دوري منظم للفئات العمرية أصبح عسيرا بسبب آفة التزوير التي نخرت جسد الكرة العراقية، حتى بات حلم الوصول إلى مونديال العالم بدرجاته الثلاث لا يحسب إنجازا، ويؤخذ برؤية قاصرة لكون أغلب المختصين يقرون أن هناك فوارق في الأعمار بين المنتخب العراقي وبعض المنتخبات التي تسير على الطريق الصحيح. الجهل الواضح بأهمية وتأثيرات هذه الشريحة على مستقبل الإنجاز الرياضي فضلا عن الاهتمام بالمصالح الشخصية يهدد مستقبل اللعبة،
بدليل ما نشاهده اليوم من افتقارنا لتنظيم مسابقة مثالية لهذه الفئات التي تعد منجما حقيقيا لانبثاق الطاقات والمواهب. أجيال تقتل بسبب مرض التزوير المزمن، وبات أغلب لاعبين لا يعمرون طويلا في الملاعب، والسبب الرئيس الذي لا يحتاج إلى تفكير طويل هو وجود مدربين يبحثون عن الإنجازات السريعة. لبرنامج المدى ستوديوم، محمد الخفاجي. شكرا محمد على هذا التقرير اللي حقيقة مهدنا وسيكون مدخل للحوار مع ضيفي. البداية مع الكابتن محمد علوان. كابتن، نعم أنت مشرف لمنتخب أشبال العراق، لكن في نفس الوقت في وقت سابق صدر أمر إداري بتعيينك يعني رئيسا للجنة مكافحة التزوير في اتحاد الكرة. لذلك أمور كثيرة حثت حول هذا الأمر. احنا اليوم حقيقة نناقش موضوع دوري الفئات العمرية، لكنه جزء مهم من دوري الفئات العمرية هو مسألة التزوير اللي تقريبا نخرت جسد الرياضة العراقية وليس كرة القدم حسب، لكنه لأنه الاهتمام مسلط على كرة القدم بالتأكيد ستحظى بالمقام الأول. عموما حديثي معك سيكون المدخل لأنه هذا الأمر مهم جدا، أحب أستفسر عنه من حضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم. عذرا منك ومن المشاهدين لان عندي الانفلونزا، والمشكله يعني اني يعني اخذ بسرعه تنتقل العدوى والله يستر من يوم غد. وانا جايك من كنت في الزياره. واشكر الدكتور موفق وبضيف برنامج الكابتن حسين شاكر. الحقيقه افه التزوير ومكافحه افه التزوير تحتاج الى تضامن جهود الخيريين، وانا اوعدك ان شاء الله حلقه نخصصها على التزوير فقط. هي مو حلقة وإنما حلقات، إن شاء الله صير حلقة إن شاء الله. هذه الحالة حقيقة بعد رجوعنا من الاحتراف ارتئيت أن أقدم في الشيء نهاية عمرنا التدريبي. نعم. ونشوف المنتخبات والأندية اللي برا كيف تعمل. فالأخوة الاتحاد مشكورين طبعا. نعم. لبوا الدعوة إلي وأصدروا لي أمر إداري رسمي، هذا تاريخ، هذا نعرف اي بس التاريخ اذكر لك اياه. 23 نعم 7/2014. اذا بس التاريخ 23/7/2014 يعني صار تقريبا سنه وشهرين وثلاث اشهر. نعم. حتى نثبت. نعم. فالدوري مال الشباب والناشئين والاشبال، قله الملاعب، الاشكالات، الظرف الامني، الانديه، المهم وصلنا الى مرحله انه نسوي دوري الشباب. فالأستاذ علي جبار والأستاذ فهمي العامري والأستاذ إشهاب. نعم. المسابقات قعدنا معهم، الناس قالوا أنت مسؤول عن هاي الحالة، عن التزوير لو عن التزوير الدوري. لا مو عن الدوري. نعم. لا لا نعم. عفوا نعم. هم اختصاص هاي اللجنة. نعم. بس قالوا إحنا بالنسبة لنا مريد تزوير. هسه يجيك واحد يقول لك محمد علوان تعين بالاتحاد مشرف على الأشبال، مدير الرؤية الآسيوية، ما يحكي على الاتحاد، ما يحكي على هاي. لا احنا ما نحكي على اي شخص. احنا نريد لا لا مو انا، خلي اقول لك انا رجل انت تعرفني صريح وانطيه علنا. نعم. الاخوه الاتحاد يشهد الله من استاذ عبد الخالق والتجاي قالوا انت اي لاعب تشوفه تزوير لا تبقي. طيب قلت لهم هاي الحاله ما تنحل، اول احنا عندنا منتخبات. نعم. واحنا نعرف اكو لاعبين بالمنتخبات هم اعمارهم مو طبيعيه. نعم. قلت لهم احنا نلتقي بالمدربين والمدرب نعزله عن هاي الحاله، ما إلى دخل، ما يدخل. احنا نكون لجنة للمنتخبات، تعطونا الجوازات مالتهم والهويات حول المدينة، أنا أروح. صدروا لي أوامر حقيقة، هاي أوامر هواية. نعم. للجنسية وللتربية، يعني ناس مشكورين. طيب اللجنة أكيد بها عضو من مديرية الجنسية وبها بها. نعم. بس لو تسمح لي ثانية. نعم. واحدة. بها الأخ مناضل الساعدي. نعم. مدير تحياتنا إله. الجوازات حاليا. نعم نعم نعم. وبها مدير نفوس الرصافة، مدير نفوس الكرخ، مدير نفوس مدينة الصدر، وبيها الكابتن صباح العيبي، وبيها الكابتن الثالث زميلي وأخوي السهنة أشوف لك اسمه. خلاص وقت البرنامج. المهم هاي لجنة، فقمنا بفريق دور الشباب. نعم. ارتئينا نجيبهم. نعم. بالاتحاد كل فريق وكل إدارة تجيب لنا اللاعبين. نعم. اتفاجأت كأنه سوق عقاب، يعني لاعبين أنا أعرفهم جنازين مو مضبوطة. نعم. فقلنا هاي مرحلة أولى أن نفحص الجنسية مو رسمية للتاريخ، ولا أريد مجاملة ولا أريد أي واحد يقول الكابتن محمد علوان يريد اليوم يحبب نفسه مع الأخوة المدربين. كل المدربين مخلصين كانوا مال الأندية.
بالإجماع أنه قالوا خلصنا من هاي الحالة. بس شنو اللي يصير؟ ما يقدر يواجه اللاعب يقول له أنت تزوير، لأن جايب له جنسية مضبوطة. فرحت للنفوس، طبيت بغرفة العمليات، هاي الجنسية صادرة مضبوطة من النفوس، نعم، لكن هي تزوير، نعم، جواز سفر صادر، نعم، مضبوط، نعم، يعني يسافر بيه يروح ويجي، نعم، ولكن هو تزوير. فإحنا طيب إحنا الكلام بالتزوير راح نأجله، إحنا دا نحكي على الدوري وخلي الدوري. التزوير يعني اللي عطل الدوري اللي الآن اللي نعرف إنه دوري الشباب أو دوري الناشئين أقيم، وصل للمباراة النهائية. بدأ بس اعتراضات، نعم، يعني 40 اعتراض، والآن دوري الشباب مباراة النهائية الجوية والنهار. أربع فرق ما صار، دوري الأربعة ما صار. طيب إيه ما صار. طيب ليش السبب غير؟ إيه والله هذه تسأل لجنة المسابقات بالاتحاد. طيب إحنا ليش يا لجنة المسابقات أوقفتوا بعد هذا الدوري؟ بعد مخاض عسير، إيه؟ ويعني ولادة قيصرية للدوري صار، نعم، توقف الآن. شنو السبب؟ ما حد يعرف. هم غير صاحبين قرار لجنة المسابقات، استدعي هنا رئيس لجنة المسابقات أستاذ علي جبار، لا أنا داسي الأستاذ فهمي العامري، أنا الأستاذ إشاب، نعم، أنا مو عاملي هذا، أعرف مو عاملي، وحتى مالي حتى مالي الأعمار أنا توقفت. طيب أنا الآن يمكن إذا الأخوة يعني اتصلوا لي بمدرب شباب النفط الكابتن ناصر حسين نستفسر من عنده إن شاء الله، وممكن هو عند الإجابة. أنا انتقل للكابتن حسين شاكر. المركز الوطني لرعاية الموهبة منذ تأسيسه حرص كبير على تأسيس قاعدة كروية صحيحة تعتمد على الأعمار الصحيحة وعلى المنهاج العلمي الصحيح. هذا شيء يعني الكل يتفق عليه، والحمد لله استعانوا بمدربين أصحاب خبرة. لذلك الموضوع مختلف ما بين الأندية وما بين المدارس التخصصية والمركز الوطني، بحيث أصبح هو منجم للمنتخبات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والشكر أنه هذه شهادة نعتز بها. هذه واقع حال، نعم، المركز التخصصي منذ تأسيسه يعني دأب القائمين على المركز من مسؤولين ومدربين على أنه اختيار اللاعبين يتم ضمن ضوابط معينة، نعم، إحدى هذه الضوابط هو الالتزام التام بالأعمار، نعم، يعني أعمار لاعبين إن لم تكن 100% مضبوطة فقد، نعم، تكون 99.9%، قد يشذ اللي ما نعرفه، يعني يشذ عنه ونكتشفه لاحقا ويكون خارج أسوار المركز التخصصي. مركزنا لا يعتمد على النتائج اللي قد تكون، يعتمد على صناعة الموهبة. هذا الكلام، إنه قد تكون النتائج سبب من أسباب الاعتماد على التزوير، لكن مركزنا يعتمد على اللاعب الموهوب، إنه هذا اللاعب الموهوب كيف نسقل موهبته، كيف نطور موهبته، كيف نضخه للمنتخبات الوطنية وللأندية، بعيدا عن انه عمره كبير او مزج فيه اعمار مثل ما دي. حتى البطولات كانت داخليه، نعم، بطولاتنا، نعم، داخليه، نعم، كانت لدينا بعض البطولات، شاركنا في بطولات قبرص الدوليه العام هذا الماضي، الاغلب، نعم، بطولات داخليه، نعم، ما بين، نعم، ولا حتى في البطولات الداخليه لما، نعم، احنا استقطبنا بعض المدارس، يعني مع الأسف الشديد أن المدارس أيضا جابت لاعبين مزورين، نعم، لكن نعيد ونكرر أنه مركزنا يعتمد على الأعمار الصحيحة، يعتمد على صقل الموهبة الرياضية، نعم، لكن مع الأسف الشديد أيضا يعني هناك، يعني هذا المركز، هذه الخيرة من المدربين، الأسماء اللي لو تستعرضها، يعني مع الأسف أنه الاتحاد العراقي مدى يستعيد بهذه الأسماء المرموقة واللصينة علميا أكاديميا خبرة أيضا في مجال عملها، أنه مدى يستعين بها من ضمن الكوادر التدريبية. يعني نادرا ما تشوف مدرب ضمن الكوادر التدريبية ضمن المنتخبات الوطنية، علما أن جميع مدربين المركز التخصصي هم في رأيي الشخصي أفضل من جميع مدربي الفئات العمرية اللي يعتمدها الاتحاد العراقي لكرة القدم. طيب هذا يعني كلام جميل. سألت أستاذ محمد حول أمر عدم إقامة مباريات النصف النهائي، وقلنا من الممكن أنه مدرب شباب النفط يجاوبنا، والآن هو معانا باتصال هاتفي. مساء الخير كابتن ناصر. مساء الخير دكتور، تحية لك وضيوفك الكرام.
تحياتنا لك، تحياتنا لك كابتن ناصر. حقيقة أنا سألت سؤال لكابتن محمد علوان، قال لي أنا ما عندي يعني جواب لأنه المسؤولة لجنة المسابقات، أنت يعني على تواصل لأنه أحد أطراف هذا الدور، برأيك يعني عدم إقامة مباريات النصف النهائي أو المباراة النهائية سبب يعني على للاتحاد عدم إقامة هذه المباريات؟ هو بالتأكيد، بالتأكيد ما له جواب أستاذ محمد، لأنه هو المسؤول، هو المسابقات، هو تنظيم المسابقات. طيب دكتور، يعني أنت إذا راح أحكي لك من بداية الموضوع، أنه إحنا بعد ما دعانا الاتحاد العراقي سوينا سحبة، سوينا مجموعتين، المجموعتين تتنافس دوري لمرحلتين. بعد المرحلتين راح يصعد بطل كل مجموعة يلعب النهائي، هذا اتفقنا فيه بالمؤتمر الفني. احنا لعبنا مرحلتين وانتهت، المفروض بعد انتهاء هاي المرحلتين تلعب المباراة النهائية وانتهت. خلص اكو مشاكل؟ نعم اكو مشاكل، المشاكل يتحملها الاتحاد. حاول اي شيء المشاكل، يعني مشاكل شنو؟ المشاكل بالتزوير. تزوير، نعم، بالتزوير الاعمار. يعني مع المعترضين اكو فرق مزوره، فرق مزوره، نعم، كثير من الفرق مزوره والتزوير واضح، وهم تقصير من الاتحاد نفس الشيء. احنا اتفقنا بانه بعد يعني اكو صحه صدور للهويات اللي تتقدم للاتحاد، نعم، وكان المفروض انه يسوون لجنه، وكان يعني بصراحه المفروض حتى الاستاذ محمد، هو اعرف من عندي بهاي المساله، نعم، انه هو الاستاذ محمد يتبنى الشغله بانه يشوف الاعمار، نعم، مناسبه او لا، وهو نعم. هو بالتاكيد شاف كل الفرق، وهو خبير بهذا الموضوع لانه فتره طويله قضاها اما المباراه النهائيه. فالمفروض اللجنه الانضباطيه اذا اكو مشاكل تحلها وتنهي المساله، ما تخليها معلقه. طيب. احنا من تجي تلعب مرحلتين وتوصل مباراة نهائية، نعم، وتنترك، نعم، هي أصلا محسوبة على الاتحاد. صحيح صحيح. إذا الآن الأمور معلقة فيما يتعلق بشأن الدوري الفئات العمرية، نعم، دوري الشباب ودوري الناشئين، الكرة في ملعب الاتحاد. تمام. والاتحاد يعني أتصور متناسي هذه الشغلة، ولا مفكر بأنه يقيم مباراة نهائية. كل الامور تبدي بهذا الاتجاه، يعني مثل الدوري اقامه مثل ذر الرماد في العيون، هذا قصدي. اقول اكو مساله كلش مهمه ما يفكر بها الاتحاد، انا هذا اللاعب اللي عندي اني زاد اربع لحد الان زاد اربع، نعم، شنو هذا؟ لا لاعب مباراه نهائيه ومترحل الاول او يشوف له فريق، نعم، ولا احنا دا نتمرن وما عندنا هدف، صراحه ما عندنا هدف، ولا نحس اكو هدف او اطمحوا بالمستقبل. هاي واحده من المشاكل الحقيقه يعني الكبيره، مساله كلش مهمه استاذ، نعم، انه احنا من اجينا الدوري من اقامه الانديه الملاعب موجوده، نعم، زين، والمبالغ اللي انطيناها مع التكاليف اجور الحكام كل احنا انطيناها، نعم، الاتحاد ما ساهم باي شيء، نعم، اجور التحكيم، اجور يعني الملاعب، حتى تاجير الملاعب وكل ما يتعلق بالنقل والحكام وكل احنا دفعناه، والملاعب ملاعبنا، نعم، يعني شنو دور الاتحاد؟ شنو الاتحاد؟ هذا السؤال ايضا نوجهه من خلال البرنامج لاتحاد الكره. كان معنا عبر الهاتف مدرب شباب نادي النفط الكابتن ناصر حسين، شكرا جزيلا لك. من الاتصال الهاتفي عندنا استطلاع ايضا حول هذا الموضوع، لذلك مشاهدينا الكرام تعالوا معي لنشاهد هذا الاستطلاع ثم نعود لنكمل. اكيد الفئات العمريه فئات منتهيه في العراق، لا توجد اي فئات عمريه، بس مجرد الانديه تعد وتتمرن وتستلم رواتب بدون أي فائدة. أنا أتمنى من الاتحاد وأتمنى على اللي يقيم على الدوري الفئات العمرية، أنت بالعراق لا ماكو فئات عمرية ماكو دوري في العراق. أتمنى المسؤولين عشان في وزارة الشباب والاتحاد العراقي واللجنة الأولمبية أن يكونون عند يعني عند حسن ظن الجمهور والرياضة العراقية، لكي نطور الكرة العراقية لازم نهتم بالقاعدة للفئات السنية، كل الأعمار لازم احنا نهتم بها، وهذا فشي يعني يخدم الأندية ويخدم المنتخبات بالمستقبل ويخدم الكرة العراقية خاصة. للأسف في السنوات الأخيرة بدأت قاعدة الفئات العمرية تنحصر بشكل واضح وبشكل ملموس،
وبالتالي هذا أثر على مستوى منتخباتنا الوطنية في كافة الفعاليات ليس حصرا على كرة القدم. أعتقد هذه إذا ما أردنا الإصلاح، ما أردنا أنه ننهض برياضة حقيقية، إنجاز رياضي، يجب التخطيط يكون سليم وبدءا من الفئات العمرية. ما شاهدنا من انحسار أثر بشكل سلبي على واقع الرياضة العراقية. أيضا لا ننسى موضوع التزوير بصراحة في هذه الفئات اللي شكل آفة حقيقية أثرت بالسلب وبشكل يعني عميق جدا وأثر على نتائج المنتخبات الوطنية. شكرا لكل من تحدث وأدلى برأيه، ويمكن كابتن حسين أثناء يعني لمشاهدة الاستطلاع والاستماع قال عندي تعقيب، تفضل. هو بداية احنا يعني أرجو أن لا يفهم كلامنا أنه احنا ضد الاتحاد العراقي لكرة القدم، بالعكس احنا يعني نشخص بعض الأمور وعلى الاتحاد أن نتمنى أن يأخذ بها. المسألة الأساسية هو ليش نسوي دوري فئات عمرية؟ نعم، يعني هل لأن إسقاط فرض أنه نسوي دوري فئات عمرية وخلاص، وأنه أمام نفسنا أنه سوينا دوري فئات عمرية؟ طيب هو دوري الفئات العمرية هو أصلا ناقص، كيف ناقص؟ يعني أنت تسوي فرق لفريق الشباب فقط أم للناشئين فقط؟ لا، ودوري لمحافظة بغداد. نعم، فقط وليس دوري المحافظات. أين فرق الأشبال واللي هي أهم الحلقة، لأنه هي الأساس، هي الأساس. أنت متى ما تبني أساس قوي، متى ما كان البناء للأعلى قوي ويديم فترة طويلة. طيب احنا لو يعني الاتحاد ما هو برنامجه بالنسبة للفئات العمرية؟ لو نشوف احنا مواليد 2000، حاليا مواليد 2000 عمرهم 15 سنة. في 2022 كأس العالم في قطر راح تكون البطولة في 2022، يعني بعد 7 سنين. نعم، منو اللي راح يلعب في كأس العالم في قطر؟ منو اللي راح يشارك بالتصفيات؟ هذا يعني يمكن أنا أتداخل وياك أقول لك يمكن دخول الاحتراف أضر حتى بقتل مواهب هو كثير. هو هذا إنه إحنا عدا عن التزوير قتل مواهب كثيرة. أيضا الاحتراف الفرق بدأت تعتمد على اللاعب الجاهز. هو هذا اللي هذا اللي نحكي إحنا. هذا دور الفئات العمرية هيئ لك لاعب يعرف استاد محمد إنه الحاج رشيد راضي بالنادي الزوراء كان في كل موسم. نعم، نادي الزوراء. نعم، مو بس يصعد لاعبين الفريق الأول، يصعد نجوم الفريق الأول يكونون لاعبين أساسيين. وإضافة الأستاذ محمد علوان من كان بنادي الشرطة، يعني من رياض عبد العباس ويونس وغيرهم ذاك الوقت، مجموعة كبيرة مو بس يصعدون ويقعدون على دكة الاحتياط، لا، يكونون لاعبين فاعلين. لذلك أقول أنه يجب أن تكون خطة طويلة المدى أن ذولا مواليد 2000، مواليد 2001، 2002 ممكن نعدهم ل 2022 في قطر، ذولا راح يكون عمرهم 22 سنة، 20 سنة، 23 سنة. نعم، هم ذولا اللي راح يشاركون بالتصفيات، ما راح يبقى لنا يونس لذاك الوقت يلعب ولا فلان ولا تعتقد فلان. أنه أكو من يفكر بهذا الأمر؟ حقيقة هذا الأمر تفكرت فيه الأندية. تحياتي للدكتور ناصر حسين، هذا الرجل تحياتنا المثالي. نعم، اللي هسه حاليا أعتقد تحياتي لإدارة النفط اللي كسبت 11 أو 10 لاعبين وبرواتب بسيطة. نعم، طلعوا لهم لأن فريق نموذجي وعماره حقيقية وكان على تواصل وياي. نعم، حقيقة نادي الزوراء، نادي الشرطة، كل الأندية، لأن سوينا صحة الصدور. بس صحة الصدور قامت تجي بأوراق عادية، احنا ردناها يعني نأكد عليها بالبريد اللي تجي. موضوع أنا أعقب على الأستاذ حسين الكابتن أنه احنا أخذنا 18 لاعب من المركز الوطني لرعاية الموهبة الرياضية، وكان تعاون الكابتن بسام مع المدربين. نعم، تحياتنا يعني لهم جميعا. حقيقة في قمة الروعة الكابتن شاكر سالم انطانا 18 لاعب، منهم سافروا 9 لاعبين. نعم، معانا الى السعوديه للرؤيه الاسيويه طبعا. نعم، اي، فحاليا احنا يعني وانا ردحت شيء على المنتخبات. نعم، على قافه التزوير، ما علي بغير امور. احنا رحنا هسه 10 لاعبين الى فريق المنتخب الاشبال. نعم، اللي انا هسه مشرف عليه. اللي دربه كابتن سعد هاشم. طيب، كل المعنيين بس يقول لك انت دافع عن الكابتن سعد هاشم، تحياتنا له. كل المعنيين اذا بحق منه، كل المعنيين والجمهور خليجي للتمرين في ملعب 5000 متفرج في مدينه الصدر. نعم، راح يشوف اللاعبين ذولا 16 الى 14 لاعب باعمار حقيقيه. نعم، عندهم لاعبين، فانطاني الوثائق قال اي لاعب يجي بعد انا ما مسؤول يعني عنه. الان
تريد توصل رسالة أنه كل المتواجدين في منتخب الأشبال مع أعمارهم حقيقية؟ عندي ذول اللي 16 أقول لك الستعش، أما خارج الستعش التمام بعدني انطاني الأوراق. نعم انطانيها الرجل. اتأكدت من أوراق 16 لاعب فقط؟ لا لا ذول مو ذول مو تأكد ذول جبت البيانات يعني مو تحدي خلص خلص يعني انتهى موضوع يعني لا أحد يجي يقول لي طيب. يعني إلا يجي واحد منزل نعم يقول لي يا بترى عمهم حقيقية نبشتهم نبش تمام زين نعم يعني أني تدري يعني بهالموضوع. فحاليا احنا عندنا 16 لاعب منتخب الأشبال وعندنا لاعبين نعم يعني ماكو واحد يعني هو مو طير ينضم صحيح يروح مكان مكان هذا ابن فلان نعرف انه فلان أيضاً. فالمدرب انطاني حوالي 12 بطاقه نعم. قال لي كابتن ذول اريد اجيب لي عمر حقيقيه لان احنا بالنسبه لنا كمدربين وانت مشرف الاتحاد ما نريد اي لاعب يدخل. كلام جميل نعم. كلام جميل. اكثر المنتخبات اللي اثير حولها حقيقه مشاكل منتخب الناشئين لذلك هذه لا معايا مدرب منتخب الناشئين كابتن قحطان كثير ايه. ايه. مساء الخير كابتن قحطان. مساء النور استاذ موفق عليك وعلى ضيفك ما اعرف يمكن استاذ محمد علوان سمع صوتك. نعم وكابتن حسين شاكر ايضا كابتن حسين شاكر تحيه لهم ولا جميع المشاهدين. تحياتنا لك. يمكن عانيت انت من مساله يعني الاراء بشان اعمار لاعبيك و ناديت من خلال الإعلام أنه يقفون معك لأنه الفريق يمثل وطن لذلك يعني الأمر ما بين شد وجذب. أنت كمدرب حقيقة يمكن بالبطولة الأخيرة هذا الأمر أرقك وأثر يمكن على معنوياتك ومعنويات حتى اللاعبين. بالبداية بسم الله الرحمن الرحيم يعني تعرف إحنا هذا اللي يمكن يراد لوقت طويل اكيد الموضوع. اكيد هو راح نخصص له حلقه راح نخصص حلقه لكنه اجى باي ذا واي في مناقشتنا لدوري الفئات العمريه. ايه احنا تعرف نمشي على معايير تعرف الاتحاد الاسيوي عند معايير اللي هي الرنين نعم. والجواز السفر هذا احنا يعني انا بعد الاختبارات تعرف ما عندنا دوري اعتمدت على لاعبين اللي كانوا مع الاستاذ محمد يعرف بالموضوع اللي صار كان قريب وهو يمكن اول يوم يعني انا تعمدت ان يجي هو ويمكن محاضر اللاعبين نعم. عندهم رنين كان اللاعبين يعني مخصصين بالبطوله القابله بالاشبال نعم. واعتمدنا على لاعبين من مدارس تخصصيه شكلنا الفريق فحصناهم بالرنين اللي هو موجود يعني باختصاص الاستاذ نجاح رحم اللي هو مراقب خط هذا معتمد دوليا يعني نعم كملت اللاعبين اخذت الاقراص انتهت يعني موضوع الجواز والرنين هاي المعايير اللي احنا راح نروح البطولة يعني راح هي نفسها اللي راح تصير الحمد لله رحنا للبطولة. بالنسبة للأمور اللي صارت هاي كانت استهداف شخصي ويعني أنا تعرف كل مرة أتكلم صراحة وبدون فقط على منتخب الناشئين واستهداف شخصي من يعني شخص شخصين نعم. وشخص تعمد أن يصير هاي الشغلة لأن تومني على شغلات طلع الفلان لاعب يجي فلان لاعب وخلي لك كم واحد انا ما احب هاي المساومه موضوع مساومه اذا هو روان الناهي شيخ احكي لك عرفه نعم 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 طيب انسان يعني عنده اشياء عجيبه غريبه نعم اتكلم بس على منتخبنا وانا عندي اشياء ما ارد احكي بها على غير يعني ما ارد اقول لك على منتخبات لكن تعرفون انتم الاشياء اللي تصير معنى انه على منتخب الناشئين واحنا اصغر منتخب نعم احمد سرتيب شوفه والغيره واللاعبين لاعبين كلهم صغار على العموم اللي تكلمنا انه سووا اوراق بالفوتوشوب هو سواهن ودزهن بعد تعرف توقيع انه منع لاعبين كان منع سفر نعم نعم فدزه وين دزوه القطر فالقطرين ما يعني حقيقه موقفهم كان مشرف ما اخذوا بالكتاب وما اشتكوا علينا بالمناسبه والفريق الفرق تعرف بالبطوله اربع فرق احنا معايير الدوليه يجي الدكتور من اسيا يباوع على الفريق قبل المباراه ياخذ من كل فريق اربعه وكمل فحص وانتهى الموضوع بعد شنو المشكله صارت يعني شنو المشكله اللي صارت يعني احنا حبينا بس نوضح اتصالنا بيك من اجل التوضيح من اجل التوضيح والان يمكن الصوره واضحه بعد هذه المده والان من خلال كلامك ايضا توضحت لنا بعض الامور ان شاء الله ايضا نستضيفك في حلقه خاصه عن منتخب الناشئين. شكرا جزيلا لانضمامك الينا الكابتن قحطان كثير مدرب منتخب
الناشئين. خلينا ناخذ حقيقة نطلع شوية عن إطار الدوري. هناك حالة إنسانية لأحد الصحفيين الرواد، وجه مناشدة عبرنا مشاهدينا الكرام، لذلك تعالوا معي لنشاهد هذا الموضوع عبر فقرة إلى من يهمه الأمر. لدي رجاء ولدي مناشدة للسيد قائد القوى الجوية، الرجل الذي يحتل مفصلا عسكريا مهما في القيادة العسكرية العراقية ورئاسة نادي القوى الجوية، بأن يشملني برعايته واهتمامه لكوني وبشهادة الجميع من أهل الكرة العراقية الخدمات الكبيرة التي قدمتها للنادي طيلة الأعوام الماضية، خاصة وأن يعاني حاليا من ظرف صحي صعب في الفترة الأخيرة، ولدي الثقة أن هذا الرجل سيضع النقاط حروفي ما قدمته من تلك الخدمات طيلة الأعوام الماضية، ورجائي المخلص أن أكون وجها لوجه أمامه لأكون صريحا وواقعيا لما قدمته للنادي، والله الموفق ومع الشكر الجزيل. تمنياتنا بالشفاء العاجل للصحفي عواد هاشم، وإن شاء الله يعني صوتك يصل عبر منبرنا. أيضا مشاهدينا الكرام، نعود إلى موضوعنا، فقرة كارتات، الكارت الأحمر والكارت الأصفر والكارت الأبيض، تتعلق بموضوع دوري الفئات العمرية والفئات العمرية، لذلك لنبدأ بفقرة الكارت الأحمر. كارت أحمر الفئات العمرية، طبعا الفئات العمرية آفة التزوير آفة غير صحيحة تمر بها الفئات العمرية لكافة الفرق العراقية. أتمنى من القائمين على عمل بطولات ودوريات الفئات العمرية أن يتمعنون في أعمار اللاعبين ومستوياتهم، لأن اللاعب إذا ما كان عمره بصورة صحيحة راح يسوي فد مشكلة. ايضا مشاهدينا الكرام، الكارت الاصفر وجهه زميلنا رائد محمد، لكن لمن؟ تعالوا معي لنشاهد. كارت اصفر وجهه للقائمين الكره العراقيه او قائمين الرياضه العراقيه حول الاهتمام بالفئات العمريه. احنا دنعاني من انه نصدر أجيال من مرحلة إلى أخرى، فأعتقد أنه هذا الكارت يتبعه كارت أحمر إذا لم نعتني بالفئات العمرية بالرياضة ككل من كرة القدم ونزولا. لذلك أتمنى أن نلتفت إلى هذا الملف المهم، لأنه هذا الملف يقودنا إلى آفات عديدة، منها عدم إنتاج لاعبين، منها زيادة التزوير في الفئات العمرية، منها قتل المواهب وقتل الطاقات الشابة الموجودة في البدر الرياضية. أخيرا لمن كان الكارت الأبيض؟ تعالوا معي لنشاهد. كارت أبيض بالنسبة للمدارس التخصصية، واللي هي عن طريق المدارس التخصصية يكون اهتمام بهذه الفئات العمرية ونجاح الدوري الأشباء والناشئين هو الاهتمام بهذه المدارس التخصصية. إذن بعد انتهاء فقرة الكارت الأحمر الكارت الأصفر والكارت الأبيض، راح أرجع وأسأل الكابتن محمد علوان حول ما تحدث به الكابتن قحطان كثير بمسألة يعني إشرافك على موضوع اللاعبين وكيفية السفر. تحياتي للكابتن قحطان كثير، تحياتي إلى مرة أخرى. عانى هذا الفريق هجمة شرسة من ناس معنيين. حقيقة احنا شهرين لا ليل ليل ولا نهار نهار، وتدخل معالي وزير الشباب حتى في ليلة سفرة، يعني كان هناك آني راح أقول لك. نعم. راح أقول لك باختصار لأنه ما أخذ من وقتك والضيف. نعم. الكريم حقيقة الكابتن قحطان دعاني أن أطلع اللاعبين، فقلت اللاعبين اللي عندهم آيدي يطلعون على صفحة والما عنده آيدي يطلع على صفحة، لأن عنده آيدي يعني هذا بالاتحاد الآسيا موافق عليه، بس احنا نعرف أعمارهم بهم طبيعية، ما تقدر تقول له آيدي وجواز وجنسية، يعني تخلق لك مشكلة رسمي الاتحاد الآسيوي. نعم. وحتى الاتحاد مالنا ما له يعني أن يتدخل بهاي الأمور رسمي. لحد السفر معالي وزير الشباب قال هذا الفريق
احنا ما يسافر نبي تزوير. فرحنا اني والاستاذ كامل صغير ابو سام تحياتي اليه من 8 الصبح مع الكابتن قحطان مع الكابتن ويجودي مع الاستاذ مدير الفريق الكابتن جليل صالح. فرحنا الى الطب الرياضي لقينا مدير الطب الرياضي ودكتور بدران واطباء ثلاثه قاعدين. الكابتن كامل صغير مشرف على المنتخب الوطني وعضو اتحاد فعال قال لهم احنا اي لاعب تزوير بالقاعه طلعوا. كابتن قاطعان قال لهم مو الوزير داز علينا وقاعد الدكتور علاء عبد القادر. طلعوا واحمد الموسوي الاستاذ تحياتي الى زميلي واخي وحبيبي. قال اي لاعب عندكم طلعوا. فالاطباء قالوا احنا شلون نطلع؟ قلنا لهم هذا جواز هاي جنسيه. قالوا جنسيه ما نريده، نريد جواز سفر. سووا الفحص عليهم من تحت الركبه طلعت من حقهم يسافرون يروحون يلعبون. طلعوا سته الباقيين لازم يسافرون يرون. ستة طلعوا خارج. خارج. قال لهم هاي أنا يعني عندي 28 لاعب كابتن قاعدان. ما أريد أي واحد تزوير. قاعدين هاي بعد إحنا يسمعون صوتنا ومعالي الوزير دي يسمعنا. فنسحبوا بالفحص مال تحت الركبة. ستة فقط. لا ستة اللي طلعوهم. نعم ستة فقط اللي. اللي طلعوا. اللي ما عنده التحام بالعظم. نعم. فمسألة طبية أضافة ضافونا معلومة حقيقة. الثقافة الرياضية عندنا شو ملتيحنا بالقيل والقال. ما نبحث عنها. دكتور بأوروبا، دكتور بأمريكا اللاتينية، دكتور وين بأفريقيا، واحد ما يعرف الأخ. يجيبون لاعب من الفريق العراقي خلال ساعة ثلاث أطباء يطوك هذا تزوير لو مو تزوير. أريد أسأل أنا كل المعنيين حتى لو نعرف هذا عمره مو طبيعي. بس جايب جواز سفر صحيح. معقولة يعني إحنا نضحي كعراق واتحاد ولعبة والحرمان نودي منتخب ويفشلونا ويحرموننا سنتين؟ اكيد لا. الحل شنو هسه احنا حتى نعرف حرام البيت؟ ما يلزم حرام البيت. طيب. شلون نعرف هذا اللاعب؟ والله يا دكتور موفق بشخطه تقلم نعرفه. يجيبون الاب بالنادي. تعال يا اب هذا ابنك جايب جواز سفر. مضبوط لو مو مضبوط؟ ولهذا انا اريد اشكر من مدرسه الكابتن عمو بابا. انطونا اكثر تحيات من كل القائمين من 16 لاعب حقيقه هذه المركز التخصصي. وكذلك تحياتي الى سعيد نوري الكابتن اللي انطانا من كربلاء. نعم تحياتنا لاعب منتظر هذا هداف منتظر عبد الامير هادي. ودنروح للديوانيه. اذا الكارت الابيض بحق المدارس التخصصيه كان في محله اللي وجهه الكابتن اياد طارق عزيز. ثقل ثقل لهم. ثقل ارجع كبير. أرجع كابتن حسين حقيقة يمكن الآثار السلبية لعدم إقامة دوري فئات عمرية كثيرة، لكن خلي مثلا نقول شلون ممكن أنه نقيم دوري فئات عمرية؟ أكو هناك حلول مثلا؟ أكو مثلا فد آراء معينة ممكن تسهم بتطوير اللعبة وإزالة الصعوبات أمام إقامة الدوري؟ احنا اولا يعني نتمنى من القائمين على كرة القدم من اتحاد ومن أندية ان يكون لديهم الوعي التام في مسألة الفئات العمرية. يجب ان يعرفوا ان مستقبل الكرة العراقية بالفئات العمرية وليس بالاهتمام بالفريق الاول فقط وجلب اللاعبين المحترفين واضافة لاعبين مزورين الى بعض المنتخبات والأندية المشاركة في الدوري. يجب ان يفهموا ان التطور الحقيقي هو من هذه الفئات. انه اذا دوري فئات عمريه ما يكون مثلا فريق الاشبال او الناشئين هذا لاعب يجب ان خلال الموسم يجب ان يلعب كذا عدد مباريات هذا اذا هذه السنه ما لعب هذه المباريات والسنه اللي وراها ما لعب هذه المباريات وبالتالي ترحل لفريق الشباب وهو ناقص تدريبيا من حيث المباريات الودية أو المباريات الرسمية اللي يجب أن يتنافس بها فراح يكون عنده نقص لما يوصل للفريق الأول وبالتالي دنشاهد دوري ضعيف وبالتالي دنعاني أمام فرق مثل فيتنام ومثل تايوان حتى هذه وحدة من الآثار اللي أكيد هذه وحدة من الآثار اللي أنه من 2003 لغاية الآن إحنا ما عدنا دوري فئات عمرية حقيقي لأن هذا الجيل اللي من 2003 من 2003 هسه هو اللي دا يلعب الجيل اللي دا يلعب حاليا بالفريق الأول لذلك يجب أن من الآن نعمل على إيجاد دوري للفئات العمرية لكي بعد 5 أو 6 سنين هؤلاء يكونون بالفريق الأول
حتى نستغني عن بعض الأفارقة اللي يجون من عبر البحار ومن أفريقيا ومن غير مكان اللي يأخذون ويستنزفون من موارد الدولة ومن خزائن الأندية. واحدة من الحلول يعني أتصور أن الاتحاد يجب أن يجبر الأندية على المشاركة في دوري الفئات العمرية. إحنا سابقا يمكن يتذكر أيضا كابتن محمد كنا نلعب قبل الفريق الأول على ملعب الشعب، هذا يعطيك دافع حتى تقدم الأفضل، جمهور يشاهدك، جمهور يعرفك. مباراتنا الزوراء والشرطة فزنا على فريق الزوراء، سجل الهدف الكابتن سعد حافظ، تحياتنا بتمريره حتى الجمهور الشرطة يجوز يزعل عليه هسه بالرياض عبد العباس. ليش يزعل عليه؟ مو انا علاقتي بالرياض مو زينه، لان ما مخنا بالرياض موضوع اخر. لا لا بس حبيت اقول لك لا هيك اطلع لك هاي من عندي شيء بسيط. فنقلت نقل حي يعني رجدة عبد الصاحب مذيع راح لدار حقه، طلع بالثنتين الا خمس دقائق تنقل المباراه شباب الشرطه وشباب الزوراء، نقل حي مباشر. هذه عام 1984 على المؤسسات الرياضيه من اللجنه الاولمبيه ومن وزاره الشباب دعم الانديه اللي تشارك في دوري الفئات العمريه. نعم. يعني تخصيص مبالغ نقديه لكي يعني يقدرون يشاركون بها من حيث النقل، من حيث دفع رواتب، دفع تجهيزات، يعني قدر الامكان يعني يساهمون في إزالة العائق المالي أمام الأندية. طيب العائق المالي أيضا عندنا عائق آخر اللي هي الملاعب. هذه الملاعب أيضا صارت مشكلة حتى للفرق الكبيرة، يعني دور الفرق المقدمة، لذلك يعني ممكن أنه يتعللون بعدم وجود يعني أنا أصور ملاعب. الملاعب هي نفس الملاعب ويمكن زادت إحنا يمكن من وقتنا وقبل يمكن زادت إحنا هسه وراء الثمانينات ما يصير نلغي جيل الستينات والسبعينات. أكيد طبعا دائما يقول لك الكابتن محمد يتذكر التاريخ. الله يرحمه محمد نجيب كابان، الله يرحمه، ملعب الآليات وملعب الإسالة والكشافة والإدارة المحلية، كان يسيج الملعب بتراب نص متر ويفيض المي، ماكو مكاين عندنا. فروح لدياله نجيب اجلكم الله خرفان صعدها باللوري مال الشرطه وننزلها بالملعب بعد ما يروح المي يقص الثيل، وعندنا ملعب ثيل اليات الشرطه. اي مو هسه دا احكي لك، هسه كلها تقنيه. وباللحظات يجيبوا لك بطائره مكاين. صح، النيه غير صافيه واليد العامله يد غير نظيفة. طيب كابتن حسين، يمكن الفئات العمرية تحتاج مدربين بمواصفات خاصة من ناحية يعني الفكر التدريبي ومن ناحية تربوية. هو بالتأكيد أنه المسألة التربوية هي طبعا تأتي أولا متزامنة مع الفكر التدريبي ومع الثقافة الرياضية. مع الأسف الشديد يعني احنا دائما سلبياتنا كثيرة أزيد من إيجابياتنا. يعني مع الأسف الشديد يعني احنا فرق المدربين يدربون الفئات العمرية النادي يختاره يعني الأسوأ، يعني الأسوأ يكون مثلا ضمن فرق القاعدة. الأحسن من الأسوأ يكون الأشبال، وهكذا يتدرج. بعدين موضوع يعني موضوع سلبي جدا انه هو موضوع انه هذا ابن النادي. يعني ما اعرف شو كنت تخلص من هالكرة العراقية والأندية العراقية اللي تفكر بهذا، انه اللي لعب بالزوراء يدرب بالزوراء طول العمر. صح. واللي لعب بالشرطة يدرب بالشرطة طول العمر. طيب ليش ما أنه هذا مبدأ خاطئ، هذا كان يعني يلعب بالطلبة وهو مدرب الكفاء. جيد ليش ما يروح يدرب بالشرطة؟ ما ينطوه فرصة. ليش أنه مخصص لابن النادي؟ أستاذ ياسين سابقا كانوا مكتشفين. طبعا أنتوا تتكلمون وصلتني رسالة على يعني واحدة من الرسائل حقيقة، لأن هي كثيرة والتعليقات كثيرة ما شاء الله على الموضوع. واحدة منهم من الأستاذ علاء أيضا من الكوت يقول تحية، السلام عليكم، تحية لك ولضيوفك، السلامة للكابتن محمد علوان. وأنا قلت يعني الله يستر مباشر. تعاني معظم الألعاب، نعم تعاني. إحنا كلامنا عن كرة القدم، نعم، لأن المدربين اللي معي هم مدربوا كرة قدم، لكنه التزوير آفة تعاني منها معظم الألعاب حقيقة. وأنا قلت نخرة جسد الرياضة العراقية تعاني معظم من انعدام الاهتمام بالفئات العمرية بحجة عدم توفر الأموال، ولكن أؤكد لكم بأن لاعبي الفئات العمرية لا يفكر بالبداية بالمال بقدر ما يهتم بتطوير قابلياتهم الفنية، ولا يكلف النادي سوى التجهيزات إلى آخره. شكرا
جزيلا، وآخرها ختمها من آمن العقاب أساء الأدب، هذا بالنسبة للتزوير وما إلى غير ذلك. بالختام كلمة حول هذا الموضوع كابتن محمد. والله أتمنى من أخوة القائمين على الرياضة أن يتعاونون من أجل وضع الكرة العراقية إلى ما التاريخ الحافل بالإنجازات. وأتمنى هاي التقاطعات الشخصية لا تنعكس على العمل، هذا اللي نتمناه. أتمنى أيضاً. وسلامات إن شاء الله. قبل كلمة الختام، لكي تكون منظومة كرة القدم متكاملة أمامنا، لابد أن لا ننسى موضوع خماسي كرة القدم بالعراق. أكيد. يعني خماسي كرة القدم يعاني أكثر مما تعاني كرة القدم العادية. بإيجاز إنه عندنا منتخب عراقي أول ما عندنا لا منتخب شباب ولا أشبال. لا يمكن أكو، يمكن أكو. أنا بالنسبة لي كرة صالات اسمي هذا بالورق بس المنتخب الشباب. فرق أنديتنا الممتازة تلعب بالدوري الممتاز، ماكو فريق واحد عدة فريق شباب ولا عدة فريق ناشئين ولا أشبال. والكلمة الأخيرة أقول لكي تكون لدينا كرة قدم حقيقية ونقارع دول آسيا المتقدمة ودول العالم المتطورة، يجب الاهتمام بفرق الفئات العمرية من حيث إقامة البطولات ومن حيث اختيار المدربين الأكفاء. شكرا جزيلا. أما كلمتي في الختام أقول أن التضحية بالجنين أفضل من التضحية بالأم، واللبيب بالإشارة يفهم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا وشاهدنا، شكر كبير لضيفي كابتن محمد علوان، شكر للكابتن حسين شاكر، تحياتي أنا موفق عبد الوهاب معد ومقدم البرنامج، تحيات فريق عمل البرنامج والمخرج فراس أحمد. ملتقى وإياكم يوم الغد نفس المكان نفس الزمان. شكرا جزيلا.